انا اسمي لؤي الشواربي، شريك بالمكتب ومهتم بالمجال بتاع يعني مجال الشركات الجديده والنشاه والتكنولوجيا والحاجات المختلفه ديت، وده بيخليني ان انا يعني ابقى قريب للمجال. انا دارس قانون طبعا، ولكن قبل القانون كنت دارس علوم سياسيه وتاريخ ودراسات اسلاميه وحاجات كتير كده ما لهاش علاقه ببعضها، بس في الاخر انتهيت ان انا بشتغل في الشغل يعني في القانوني، وده اللي انا يعني المجال اللي انا بحبه بالفعل. وكافه المجالات الاخرى اللي تم دراستها قبل كده بتحاول بتغذي برضه في نفس العقليه اللي هي ممكن تبص على الموضوعات بطرق مختلفه. فيعني ممكن يكون النهارده في يعني بعض الحاجات اللي احنا نقدر نتكلم فيها وتكون مفيدة، واكون يعني طبعا انا هكون مستمتع ان انا بتكلم في الموضوعات الخاصة بالقانون والشركات الناشئة. بالاضافة لكده انا بصفة شخصية كمان بعمل اللي بيسموه انجل انفستنج، بعمل استثمار في الشركات الناشئة بالذات التكنولوجية، ممكن تكنولوجية او غير تكنولوجية ولكن اكتر في الحاجات التكنولوجية، فداخل في حوالي 10 شركات لحد دلوقتي، ومنضم للشبكات اللي هي الانجل انفستنج جروبس اللي موجوده، في منها كايرو انجلز، في اليكس انجلز، وانا بعمل بالاضافه لكده يعني انجل انفستنج اون ماي اون يعني كده بنفسي. وقبل كده كان لي خلفيه في المجال بتاع رياديه الاعمال عامه سواء التجاريه او المجتمعيه. طبعا بالنسبه لينا كقانونيين يعني قبل ما نجاوب اي اجابه بتتقال يعني هي هتكون إجابة عامة أكتر منها إن هي إجابة متخصصة، أو يعني إجابة عامة أكتر من هي إجابة محددة على سؤال معين، لأن القانون بيشتغل في الواقع وأنا معرفش الوقائع الخاصة بكل الأسئلة كان شكلها عامل إزاي. فطبعا فدي ما تعتبرش فتوى قانونية زي ما بنقول يعني، إنما يعني محاولة ندي مؤشر لإيه الأسئلة اللي موجودة، إزاي حد يبص لها، إزاي تتجاوب، وهي دي يعني المؤشرات. ففي حد بيسأل بيقول إيه هي أنواع الشركات المختلفة، وهل تختلف إجراءات التأسيس لكل نوع من حيث المجال ونسبة الضرائب وحاجات زي كده؟ فبنجاوب طبعا في أنواع مختلفة من الشركات، أو ساعات بنسميها حتى أكتر من الشركات بنسمي الكيانات القانونية المختلفة، والكيانات القانونية بيدرك تحتها شركات وحاجات تانية مختلفة. ولكن في الشركات في شركات أشخاص وفي شركات أموال، دول التقسيمتين الأساسيتين. والشركات الأشخاص غالبا ما بتكونش مهمة لمعظم الناس دلوقتي، لأن ابتدت تبقى يعني تخرج من الـ من الـ يعني ما يبقاش ليها جدوى بالنسبة لمعظم الناس اللي عايزة تأسس كيانات تكبر بيها، لأن هي معظمها بطبعها شخصي. فإحنا يعني معظم التركيز حاليا بيكون على الشركات اللي هي الشركات ذات نفسها اللي هي شركات الأموال. وشركات الأموال فيهم ثلاث أنواع في القانون المصري، في اللي هي الشركات اللي بيسموها المساهمة طبعا، وفي اللي هي التوصية بالأسهم، وفي المسؤولية المحدودة. وهم برضو التوصية بالأسهم لسبب ما ملهاش حظ مع الاقتصاد المصري أو مع رجال الأعمال المصريين، فمعظم التركيز بيكون على الشركات المساهمة وعلى شركات المسؤولية المحدودة. دول النوعين الأساسيين. إجراءات التأسيس ليهم يعني متشابهة لحد كبير، وفي بعض الخلافات راجعة لنوع الشركة ذات نفسه. التشابه بيكون في معظم الإجراءات بتتم في نفس المصالح الحكومية، هيئة الاستثمار، السجل التجاري، مصلحة الضرائب، يعني نفس الأماكن. ولكن الخلافات بتكون على نوع الشركة، من حيث ان هي مثلا شركات المساهمه بتفترض ان عدد الشركاء اللي فيها بيكون كبير جدا، وبيكون الناس ما بتعرفش بعض من اساسه، او يعني ممكن يعرفوا بعض طبعا، انما في الاساس ان هي ممكن ما يكونوش بيعرفوا بعض. عشان كده مثلا تلاقي ممكن يكون في 1000 مساهم، 2000، 10000، بتحصل من خلال اكتتابات حاجات زي كده. فبيعملوا حاجه اسمها نظام اساسي وعقد، والحاجات دي هي بتشهر بالنسبه ليها وبتنشر وحاجات مختلفة بالنسبة ليها. بالنسبة للشركات اللي هي المسؤولية المحدودة، بتكون الناس غالبا عددها محدود، القانون بيلزم ان عدد المشاركين، مش المساهمين، المشاركين في المسؤولية المحدودة ما يزيدش عن 50. فبالتالي بتكون الناس عارفة بعض، فبيكون الضمانات اقل لان في معرفة سابقة. هي كل شركة منهم هي تعتبر عقد ما بين المشاركين، فمع زيادة العدد بتزيد الضمانات اللي الدولة بتحاول تعملها. بالنسبة لهيئة الاستثمار اللي هي المنوطة بتطبيق القانون واللايحة والحاجات المختلفة الخاصة بتأسيس الشركات، بتطلع نماذج من عندها
للعقود والحاجات ديت. والنماذج دي بيكون فيها شروط مختلفة، الشروط أو البنود يعني. الشروط دي بتكون لها طبعين، طبع حاجة بيسميه ليها علاقة بالقواعد الآمرة اللي هي الحاجات اللي موجودة في القانون ما ينفعش حد يخالفها بالنسبة للشركاء والمؤسسين والمساهمين، وحاجات بيسموها مكملة، قواعد مكملة اللي هي ممكن حد يحاول يغير فيها على بالاتفاق ما بينهم وبين بعض. فدي برضو من الحاجات اللي الناس بتحتاج انها تحضرها مع بعضها يعني. بالنسبة للناس اللي هي بتأسس طبعا بيكون في حد بيمثل المؤسسين عامة أو بيمثل في الإجراءات بتاعة تأسيس الشركة كلها، ودي بتكاد تكون متشابهة. وفي رسوم، والرسوم برضو بتكاد تكون متشابهة إلى حد كبير. من حيث المجال بيكون ساعات فيه اختلاف يعني. معظم الشركات في قانون للشركات اسمه قانون 159 لسنة 81، ده بنسميه الشرعة العامة أو القانون العام لتأسيس الشركات. بعض مجالات الشركات بتحتاج ان انت بالاضافة لقانون 159 تتم اجراءات تأسيس من خلال قوانين تانية يعني مثلا. وده في الحقيقة ملوش استخدام كتير عند معظم الستارت ابس، انما يعني على سبيل المثال ان حد عايز يأسس بنك، البنك ده او مثلا شركة بتاع تمويل تأجيري او تمويل عقاري او اي حاجة من الحاجات اللي هي بالذات بنسميها regulated businesses اللي هي المجالات اللي هي بتكون منظمة بتنظيمات خاصة وليها قوانين خاصة، فبتحتاج ان انت تستوفي الشريعة العامة وفي نفس الوقت اللي هو القانون 159 وفي نفس الوقت تتنقل بعدها للقانون الخاص بها. ففي الحالة مثلا حالة بنك او حالة شركة تمويل عقاري، تأجير تمويلي او ما شابه بقى من حاجات زي كده، بتنتهي ان انت بتخلص 159 وبعدين بتروح للقانون التاني. بالنسبة لرأس المال برضو بيختلف ما بين نوعين الشركات اللي هم المسؤولية المحدودة والمساهمة. ان المسؤولية المحدودة بتكون يعني تقريبا ملهاش حد ادنى، هم من اول 200 جنيه غالبا يعني بس بتقدر تعمل تأسس الشركة. كانت زمان كانت 50,000 جنيه ونزلوها خلوها 10,000 وبعدين خلوها 1000 ولا يعني حتى ملهاش حد ادنى يعني معظمها ب 200 جنيه. وبيشترط ان رأس المال كله يدفع في الاول يعني ساعة ما بتعمل بتسجل الشركة وانت في اجراءات التسجيل بتدفع رأس المال كله. بالنسبة لشركات المساهمة علشان طبعها اللي احنا قلنا ان هو يعني بتكون حجمها كبير والناس ممكن ما يكونوش يعرفوا بعض وحاجة زي كده، فبتحتاج جوفرنس اكتر كمان. والحد الادنى بتاعها بالنسبة للفلوس اللي هي المال، رأس المال بتاعها 250 الف جنيه كحد ادنى. في عندهم بيسموا رأس مال مصدر، وفي حاجة اللي هو اللي هم بيبقوا عايزين يصدروه، وده ممكن يدفع يا إما مطلع واحدة يا إما ممكن من خلال كذا مطلع يعني. بس الحد الأدنى بتاعه عند التسجيل 10% بيزادوا 25% بعد 3 أشهر وبيدفع 100% منه في خلال 5 سنين. وفي برضو حاجة اسمها رأس المال المرخص بالنسبة للشركات المساهمة، وده ممكن إن هم يذكروا يعني في التأسيس عند التأسيس يقولوا ان احنا مرخص لنا ان احنا نزود رأس المال لحد 10 أضعاف من رأس المال المصدر. وفي الحالة دي ممكن تسهل على الناس بعد كده ان هم ما يحتاجوش يعملوا جمعيات عمومية علشان يعملوا الزيادة، ممكن يكون بقرار من مجلس الإدارة داخلي. فدي الحاجات الأساسية اللي هي ليها علاقة بالتأسيس كحاجة عامة قوي طبعا، انما يعني دي الحاجات الأساسية. بالنسبة للضرائب، ده في قانون للضرائب بالنسبة مثلا الدخل مثلا والأرباح التجارية والصناعية. ولكن اللي نحب نلفت النظر ليه ان في ضرائب كتير جدا، في ضريبة اسمها القيمة المضافة، في ضرائب صناعية، وفي ضرائب أرباح، يعني في كذا نوع من انواع الضريبة يعني تكاد تكون عشرات من الضرائب المختلفة. فبدلو على حسب المجالات ممكن يكون في ضرائب مختلفة، فالناس محتاجة ان هي دايما يعني تراجع مع المراجعين والمحاسبين يعني بتوعهم اللي هم الماليين والضرائبيين عشان يبقوا عارفين ايه نوع الضرائب المستحقة على الأنشطة اللي بعض الشركات بتأديها. المقصود منها من حكاية الضرائب ان هي يعني بالنسبة لضرائب الأرباح غالبا يعني بتكلم حوالين 22.5% معظمها، وبعد كده بقى بقية الضرائب على حسب نوع النشاط يعني. في طبعا ضرائب القيمة المضافة محطوطة في جداول وحاجات تانية، فدي بتحتاج مراجعة لحاجة بحاجتها يعني. طب ده بالنسبة للسؤال ده. كان في سؤال تاني بيتكلم على الخطوات المتبعة لاستخراج نشاط تجاري إلكتروني وكيف نتخطى الصعوبات الأمنية في استخراج الترخيص. هو في الحقيقة مفيش إجراء معين يعني، مفيش حاجة لاستخراج نشاط تجاري إلكتروني
في حد ذاتها هو النشاط التجاري الإلكتروني ده بيكون غرض من أغراض الشركة وبتوافق عليه الهيئة، إلا لو في حاجة معينة هم في الحالة دي بيبلغوك يقول لك والله مثلا في يعني في تصحيح محتاج يتعمل، انما هو النشاط التجاري الالكتروني ده غرض عادي من اغراض الشركات المختلفه. يعني الاجراءات الامنيه هي بتكون واحده لمعظم الشركات، وبتكون ليها علاقه اكتر ساعات بجنسيه الناس اللي داخلين في الشركه او في بعض المجالات المعينه. وكل ما التزمت بالنماذج اللي هي الهيئه حطاها، كل ما سهلت في الوقت وان الاجراءات تكون اسلس وتخلص اسرع. يعني بالنسبه في حد برضه بيسال بيقول على الضوابط القانونيه لاطلاق وحمايه حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بتطبيقات الهواتف المحموله، وهل هناك شروط معينه استشرتها الدوله عند اطلاق اي تطبيق؟ هو ما فيش حاجه معينه برضه تاني من الـ بالنسبه للهواتف المحموله، هي يعني نشاط عادي زي بقية الأنشطة. ممكن يكون الفكرة بتاعته يعني أو إن هم ليه كود مكتوب بيه، مثلا لو حاجات معمولة اللي هي الابليكيشنز بيكون غالبا ليها كود، فده بينطبق عليه من ناحية الملكية الفكرية اللي هي نفس القواعد الخاصة بالنشر، لأن هي بتعتبر كوبي رايت. هما بالنسبة للملكية الفكرية بتتقسم يا إما الحاجات بتاعة يعني من ناحية البيتنتس والحاجات اللي براءات الاختراع، ودي بتتطلب يكون في تطبيق صناعي بطريقة مبتكرة وفي خطوة إبداعية وحاجات زي كده، أو بتكون يعني بتكونش من ناحية البيتنت ريجستريشنز والنماذج اللي هي الصناعية والتجارية، بتكون من خلال الكوبي رايتس. والكوبي رايتس بتكون بتنطبق كمان على الكود بتاع الكمبيوتر. فعلى قد ما الهواتف المحمولة التطبيقات بتاعتها بتعتبر كود، على قد ما بينطبق عليها القواعد الخاصة بالكوبي رايت. عشان تحمي الكوبي رايت عامة بتاخد النسخة منه وطبقا للقانون وبتودعها في هيئة تكنولوجيا المعلومات، وفي الحالة دي بتاخد الضمانات المقررة في القانون. ممكن بعض الناس ما بيفضلوش يعملوا كده، بيفضلوا ان هم يخلوا التطبيقات بتاعتهم او الكود عامة اللي بيكتبوه ان هم يحتفظوا بيه لنفسهم وما يخلوش حد يعني يطلع عليه، وفي الحالة دي ممكن تحميه من خلال الاجراءات الغير مفصح عنها او المعلومات الغير مفصح عنها اللي هي undisclosed information، ودي برضو موجودة في القانون الخاص بالملكية الفكرية اللي هو 82 لسنة 2002. وفي الحقيقة دي طريقة أنا ساعات برشح للناس إن هم يعني يمارسوها أكتر، إن هو يكون فيه يعني يحمي المعلومات تعاقديا ساعات أكتر منها من إن هم يحطوها في الدومين العام وبعد كده يتوقعوا الحماية بتاعتها. يعني أنت الحمايات يا إما بتكون في الملكية الفكرية يا إما بتكون مقررة قانونا يا إما بتكون تعاقدية. فالمقررة قانونا زي ما بيقولوا اللي هي البراءات والحاجات المختلفة والإيداع بتاع بالنسبة للنشر الحاجات المنشورة اللي هي الكوبي رايت، انما في نفس الوقت ممكن تحمي حاجات كتير جدا من الملكية الفكرية بتاعتك من خلال الاندسكلوزد انفورميشن المعلومات الغير مفصح عنها، وده معناها ان انت تنظم اطلاع كل الناس عليها، يعني ما حدش يطلع عليها الا اللي محتاج يطلع عليها، ولو عندك موظفين بتعمل معهم عقود وبتخليهم يعملوا يعني يضمنوا السرية وان هم المعلومات دي بيكون ليها. فالقانون في المواد المختلفة اللي هي خاصة بالمعلومات الغير مفصح عنها بيحمي صاحب المعلومات الغير مفصح عنها طول ما تم تنظيم يعني عدم التعرض ليها من الممارسات التجارية الغير شريفة. فبالتالي في ضمانة تانية موجودة للحماية، يعني في عندك الطريقين وانت تختار اي واحد فيهم. بالنسبة لي كان في سؤال كمان بيتكلم على كيف يمكن حماية الفكرة او التطبيق ان كانت الشركة ليست مسجلة بعد، وما هي الاجراءات المتبعة لتسجيل الفكرة؟ هو حكاية الفكرة برضو دي محيرة الناس كتير قوي، كل واحد بيقول انا عندي فكرة، والفكرة ممكن تكون حاجة ممتازة. يعني لو الفكرة هي عبارة عن براءة اختراع يبقى هتحتاج تسجلها كبراءة اختراع، لو هي عبارة عن إبداع مثلا مكتوب هتحتاج ان انت تكتبها. فبالتالي يعني ومعظم الحاجات دي هتبقى اتطورت من طور الفكرة لمنتج، يعني حماية الفكرة ذات نفسها مش واضحة قوي، او معنى صح هي غالبا مش موجودة يعني بالنسبة يعني فالحماية بتاعتها. وبعدين انت دايما بتكون الحماية مرتبطة برضو بالاستخدام وبالاستعمال، فانت الفكرة مش هتعرف تستخدمها او تستعملها او توظفها،
زي ما هي كفكرة. يعني لازم تكون حاجة أزيد، يعني حتى يكون بروتوتايب، يكون نموذج، يكون حاجة زي كده. فبالنسبة لحماية الفكرة أو التطبيق، لو الشركة مش مسجلة، يعني في سؤال مبدئي من ناحية الفكرة. أنما من ناحية التسجيل لأي حاجة، لو كانت حتى الشركة مش مسجلة، دي ما فيهاش مشكلة. أنت ممكن تسجل أي حاجة باسمك الشخصي، وفي الحالة دي لما تعمل الشركة تنقل لها التسجيل، أو أن أنت تعمل مع الشركة عقد بشخصك وتاخد منهم إتاوة، أو يعني زي رويالتي عن رخصة الاستخدام اللي أنت بتعملها. فبالتالي فكرة أن في شركة أو ما فيش شركة من ناحية الملكية الفكرية بتحمى للأشخاص، يعني القانون بيوفر حماية للأشخاص، وبعد كده الشخص هو اللي بيقرر إزاي يستخدمها، سواء ينقلها لشركة هو بيأسسها لاحقا من خلال أن هو ينقلها لها، أو أن هو يرخص لها، أو يرخص للغير. فما فيش أي مشكلة بالنسبة لل... في سؤال برضه بيسأل، بيقول كيف يتم توزيع حصص الشركة على المؤسسين بعد فترة الاحتضان؟ وفي الحقيقة برضه ده يعني السؤال برضه بيتسأل كتير جدا، بس هو ملوش كيمياء، يعني ملوش حل قانوني، وملوش يعني ده معظم توزيع الحصص ما بين المؤسسين لأي شركة بيكون اتفاقي، وغالبا بيكون ليه علاقة بنوع المجهود اللي بتحط في الشركة، أو نوع الاستثمار اللي بتحط في الشركة، سواء كان استثمار مالي أو استثمار وقت وجهد أو خبرة أو حاجات زي كده. فتوزيع الحصص بيعتمد على مدى احتياج فكرة المشروع يعني إليك. بالنسبة لفترة الانكيبيشن اللي هو الاحتضان، في بعض الحاضنات اللي موجودة في مصر دلوقتي المختلفة، في أكثر من 10-15 حاضنة وعاملين شغل فوق الممتاز بالنسبة لناس كتير. فالناس وهي جوه بيتعرفوا على بعض، بالذات ان هم بيحاولوا يساعدوهم، بيكون ممكن واحد او اثنين او ثلاثة داخلين بفكرة مشروع، وغالبا الحضانة دي بتقول لهم او الحاضنة دي بتقول لهم ان انتم كل ما كملتوا الفريق بتاع المشروع عندكم اللي هي الشركة، كل ما كان احسن لكم. فممكن يخش واحد او اثنين ويلاقوا ان هم يكتشف مثلا هم اثنين فنيين جدا ومهندسين وشطار قوي وعنيهم كده، يعني لابسين نظارات وحاجات زي كده، وبعدين يكتشفوا ان هم محتاجين حد معهم يكون شاطر وشقي شوية في الحاجات الادارية، وحد يكون شاطر شوية في التسويق، وحد يكون فممكن يجيبوا ناس. فهو ده اللي بيخلي السؤال يعني بيلح او بيبتدي يطلع بكثافة، ان هم بعد فصلة الاحتضان ازاي ان احنا هتوزعه. ببساطة تاني على حسب الامكانيات. ساعات في نصيحة بنقولها عشان بنبص على حاجات كانجل انفستنج، بنقول بص على الشركة طلع مثلا يعني، بس طبعا انا هقول ده ملوش اي يعني، بتختلف من شخص لشخص وكل حاجة يعني، فالحاجة اللي الواحد بيستريح فيها وهو اللي يعملها. انما يعني شايف كذا حد بيحاول يعمل كده، ساعات بتقول والله الفكرة ذات نفسها كانت تسوى مثلا جزء من الشركة 5-15% على حسب الفكرة، غالبا مش اكتر من 20%، وفي جزء تاني بيكون ليه علاقة بالكوميتمنت اللي هو التزام الناس المؤسسين والفاوندرز او كوفاوندرز ان هم يقعدوا في الشركة لمدة معينة، 2-3-4 على حسب هم شايفين الشركة هتنجح. بعض الشركات ممكن يدوها 18 شهر، بعضهم 3 سنين يعني 36 شهر، فبيكونوا عايزين يكونوا موجودين، لان هو ده المجهود اللي هيبني الشركة، والشركة كلها بنا فعلا ما فيهاش كيمياء، فيها الناس تتكلم مع بعض وتشوف هي ايه اللي تقدر تعمله، ازاي يقدروا يظبطوا الشركة من ان هي بتبتدي من فكرة لبروتوتايب، بتكبر بعدها بشوية بتبقى مشروع، بيبتدي ممكن ما يكونش بيدخل دخل في الأول، وبعد كده يدخل دخل، وبعد ما يدخل دخل ممكن الدخل ده يكون فيه ربح وممكن ما يكونش فيه ربح. فالحاجات دي كلها محتاجة ان هم يتناقشوا مع بعض، كل ما تناقشوا مع بعض بدري وكل ما عرفهم يحطوا البيزنس بلان شكلها هتمشي ازاي، والبيزنس موديل بتاعهم والريفينيو جينيريشن والحاجات زي كده، واذا كان حد فيهم، فكل ما تكلموا الكلام ده بدري كل ما كان احسن، عشان ما يحصلش يعني يقلل الخلافات في المستقبل. في سؤال كمان اخير عن، بيقول يعني لدينا شركه راس مالها 100,000 جنيه وكانها قانوني شركه ذات مسؤوليه محدوده شين زال ميم ميم، ويملك احد الشركاء 85% والآخر يملك 15%. السؤال هو إن الشركة فروع في بلاد مختلفة، ويملك الشريك المصري ذو الحصص الأكبر في الشركة المصرية حصص بنسب مختلفة في الفروع الأخرى، والسؤال هو كيف يتم دمج الشركات مع بعضها البعض لتصبح فيهم
شركة قابضة وكيف يتم توفير الجهات التمويلية ككل، حيث أن الشركة لديها عقود حكومية في كل من دولتي الكويت ومصر والسعودية، وهل إذا قمنا بجعل الشركة المصرية هي القابضة هل ذلك يعد صحيحا طبقا لمقاس يعني القانون المصري؟ هو السؤال طويل قوي وفيه تفاصيل وغالبا خاصة برضو بالناس، وغالبا عشان حد يعرف يجاوب السؤال ده محتاج 15 ضعف التفاصيل ديت. بس يعني في العموم هفكر ان قانون الشركات قانون وطني، مش مفيش قانون حاجة اسمها قانون دولي للشركات زي ما كتير من الناس متخيلة ان في حاجة اسمها قانون دولي للشركات. هو قوانين الشركات في كل دول العالم قوانين وطنية وتشريعات وطنية، والوصلة ما بين الشركات والدول المختلفة بتكون لها علاقة أكثر بقانون الاستثمار. فبالتالي هو لو عنده يعني مشروع في بلد معينة فالمشروع ده قائم فيها، وده الوحدة الاقتصادية بتاعته في وده اللي بيتم تقييمه. هل هو عايز يضم الشركات دي في شركة واحدة تكون قابضة؟ يبقى ممكن يعمل شركة قابضة في أي من الدول ديت اللي بتسمح بالشركات القابضة، والقبضة غالبا بتكون للتملك في الشركات التانية، وفي الحالة دي يقدر يتملك من خلال الشركة القبضة للشركات المختلفة بما فيهم البلد اللي هو بيأسسها فيها، لو يعني لو كان فيها مباشرة للنشاط اقتصادي، والدول التانية بإزاي بيحاول ان هو يفهم قيم الوحدات المختلفة للشركات اللي شغالة في اقتصادات مختلفة. كل شركة بيتم تقييمها على حد ذاتها، فبيعمل غالبا فحص قانوني وبيعمل فحص مالي وبيعمل فحص فني، والثلاث حاجات دول مجتمعين بيقولوله نوع المخاطر اللي على الشركة ونوع الفرص اللي عند الشركة، وبيدوله تقييم ليها مالي. الرقم التقييم المالي ده هو اللي هو محتاج يشتغل بيه في الآخر، ان هو يبقى عارف مثلا دي تسوى 10 قروش هنا وخمسة واربعة، وهو عايز يحطهم في كيان معين يبقى هيقدر ان هو يدمجهم في الكيان ده، وكل واحد هياخد بالنسب بتاعته بروريتد، يعني من ناحية ان هي نسبة وتناسب للملكية. فاذا كان حد عنده 85% وعنده حصص مختلفة في شركات مختلفة، ده بيتعمل بيكون شغل مالي بحت كتقييم ويعني كشغل استحواذات وما فيهاش اي مشكلة خالص. بس الفكرة ان هو مش هينفع يحط كل الاسواق على بعض ابتداء، هو لازم ياخد كل سوق ويقيمه بمبلغ معين من الفلوس، وهو ده اللي بيعمل بيطلع منه اسهم في الشركة القابضة اللي فوق، وهي بتبقى كل واحد بياخد على حسب توزيعته في الشركة القابضة. والمفروض ان كل شركة من الشركات المختلفة دي، سواء شركات يعني بيسموها شركات شبيهة او شركات اخوات يعني سيستر كومبانيز او افيليتس حتى سبسيدريز، يعني كل الاسامي الجميله دي كلها، في الاخر كل شركه قايمه بذاتها في القانون اللي هي فيه، فبتتقيم وتشوف وضعها بالنسبه للمجموعه اللي هو بيعملها. بس ممكن يكون هو محتاج يسال نفسه سؤال في الاول، هو يعني عمليه الشركه القابضه دي هو محتاجها ولا مش محتاجها من اساسه، لان برضه في ناس بتتكلم على الاندماجات والاستحواذات والريستراكشرنج يعني اعاده الهيكله وكده، ممكن ما يكونش في احتياج حقيقي، وساعات كتير بيكون ليه علاقة يعني برضو عدد التنظيم بيكون ليه علاقة بالضرائب، من ناحية ان هو بيدفع ضرائب فين وايه اكتر حتة بيدفع فيها ضرائب والاماكن الاقل، وكل ده مش ملوش اي علاقة باي نوع من انواع التهرب الضريبي، هو ليه علاقة بانواع تنظيم الضريبة، يعني tax avoidance rather than tax evasion ساعات بيكون لبعض الشركات احسن، لان ده بيبقى ليه علاقة بالcompetitiveness. يعني برضو لو شركة زي دبي، اما الشركه زي دبي يعني بلد زي دبي ما فيهاش ضرائب ولا السعوديه تقريبا، وفي نفس ومحتاج تنافس فيها، كل ما هتنافس في بلد تانية بتدفع فيها 15-20% او 30% او 40%، كل ما هتبقى غير تنافسي في البلد اللي انت كل زمايلك اللي شغالين في السوق ده ما بيدفعوش فيها ضريبه. فيعني اللي انا قصده ان هم يعني بالنسبه لمصر بيدفع ضريبه في مصر ويلنجود يعني كويس ممتاز، بالنسبه للسوق المصري بيدفع ضريبه في السويد فهو برضه ممتاز لو بيدفع 60-70% لان ده سوق قائم بذاته. انما فكره ان هو لو الشركه القابضه هتنتهي انها تدفع ضرائب في يعني هاي تاكس جوريسدكشنز، وده هيخليها تبقى اقل تنافسيه في الاسواق الثانيه اللي هي ما بتدفعش فيها ضرائب، يعني بس برضه الكلام ده اكتر منه مالي مالي تجاري اكتر من ان هو قانوني، يعني بالنسبه لنا يعني برضو بتهيألي ان هم الزملاء بقى المراجعين والمحاسبين هم اللي هيقدروا ينصحوا النصيحه
الأقدر. ولو في حد عنده أسئلة تانية يعني برضو يعني من علينا الاثنين ممكن يتواصل من خلال البرنامج العظيم اللي اسمه Egypt Innovate على يعني اللي بديره شركة Innovity, ف Egypt Innovate at Innovity.com, وأنا أكون سعيد في أي وقت يعني إن احنا يكون في تواصل, وأهلا وسهلا.